هدف قاتل في الدقيقة 94 يقربنا من صدارة الدوري الإنجليزي. ايوه بقى، انا بحب الاهداف اللي بتيجي في الاوقات دي، بتفكرني كده بالاهلي في مصر. يعني انا بشجع الاهلي وبشجع مانشستر يونايتد، فالاوقات دي بتبقى سعيده لما تجيب جول في الدقيقه 94 والماتش بيتجه للتعادل، فطبعا تيجي رازع جول وتفوز بالمباراه 30 نقطه. يعني الماتش اللي فات لو كنا كسبناه يعني يا سولشاير كان هيحصل حاجه؟ اقسم بالله ما كان هيحصل حاجه، كان زماننا في المركز الاول مع ليفربول. بس قدر الله ما شاء فعل، ودعنا لنبكي على اللبن المسكوب، وخلونا نفكر في اللي جاي. ثلاث نقاط مهمه، ثلاث نقاط من المركز الرابع خلتك المركز الثاني، وفارق نقطتين بس على ليفربول. قادرين والله، قادرين والله قادرين، بس نشغل دماغنا، بس نلعب، بس نجيب في يناير مدافع. وبوجبا صراحة مش عارف، بوجبا بيلعب من غير نفس، مش فاهم بوجبا. بوجبا شوية تلاقيه حلو وشوية تلاقيه وحش، بس مع اليونايتد ما جابش نص مستواه اللي كان مع اليوفي، مش عارف ليه، مش عارف هو جاي غصب عنه يعني ولا مش فاهم. بس الحمد لله نقطة 30. راشفورد بيجيب هدف في وقت قاتل بتمريرة من مايسترو نص الملعب، افضل خط نص في الدوري الانجليزي من وجهه نظري بدون منازع برونو فرنانديز، كابتني في الفانتازيا النهارده، كابتني الحمد لله. 12 نقطه حلوين احسن من 6 نقاط الحمد لله. يلا بينا نتكلم عن المباراه ونتكلم عن فرصنا في الدوري، وايه اللي مخلينا في حاجه برضو لسه ناقصانا في حاجه. معكم اخوكم عصام السرساوي، لو اول مره تتفرج عليا شرفنا، الشيك فناتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. ولو جديد في القناه وقديم في القناه اخبط اللايك، اللايك الكتير بيزود فرصنا في الظهور، لايك وشير. وتعالى بقى نتكلم عن الشياطين الحمى مانشستر يونايتد. يلا بينا. بداية فوز مهم، بداية ما كناش في افضل حالاتنا، احنا المفروض كنا نأدي اداء افضل من كده. الحلول كانت غايبة، حل فردي حل فردي بتمريرة ساحرة من برونو فرنانديز، تمريرة ساحرة. انا شايف ان كان لنا ضربة جزاء، شايف ان كان لنا ضربة جزاء ما اتحسبتش، مش عارف الفار في انجلترا غريب شوية، ما تفهمش كده بيحسبوا حالات على مزاجهم، بس ضربة جزاء اللي هي قبل هدف كافاني ضربة جزاء، انا مستغرب ليه. بس يعني الحمد لله ربنا كافئنا وقدرنا ناخد الثلاث نقاط ونيجي في المركز الثاني بعد ليفربول. مجمل المباراه مانشستر كان الافضل من يعني وولفرهامبتون. وولفرهامبتون اللي انت بتلاعب فرقه قويه، بتلاعب فرقه صعبه، نونو سانتوس من المدربين الرخمين، المدربين اللي ما بتعرفش تكسبهم بسهوله، المدربين اللي بيحجر مع الكبار، وفرقه حاليا وولفرهامبتون من الفرق الكبيره. يعني ثلاث نقاط مهمه في وقت قاتل الحمد لله بتقربك من الصداره، تكسب ليفربول مباراه ليفربول تاخد الصداره، بس تحافظ. المشكله ان احنا بنأدي ماتشين ثلاثه حلوين ونكسب وبتاع، ممكن الماتش الجاي تعادل عادي، مفيش مشكله. يعني الماتش، شفت الماتش اللي كان قبل ليستر وتعادلنا في ماتش ليستر وكنا فايزين 2-1، لكن ما قدرناش نحافظ. ايه اللي ليفربول يعني ايه اللي مانشستر يونايتد محتاجه الفتره اللي جايه في يناير؟ محتاجين مدافع، ومحتاجين حد كمان كده ايه في نص الملعب. يعني ما تفهمش بقى، يعني كافاني حلو بس ناقصنا ايه؟ ناقصنا بوجبا. بوجبا كده ايه يصنفر دماغه ويتظبط معانا، يا اما مش هيلعب حلو فيخلع يعني ونجيب حد مكانه. لكن دفاعيا لازم نجيب حد في الدفاع. الباك الشمال مش عارف، يعني مش عاجبني لوك شو، ما بيجيش معاه سكه يا اخي، ما بيجيش معاه سكه والله. تلس طبعا احسن منه، بس هو بيعمل مدوره طبعا. يعني مانشستر قادر والله انه ينافس السنه دي، السنه دي مش صعبه ان احنا ناخد الدوري الانجليزي. عندنا من وجهه نظري افضل نص ملعب في الدوري الانجليزي، عندك برونو فرنانديز ارقامه مرعبه. برونو فرنانديز اللي في اسوأ حالاته بيعمل لك اسيست، في اسوأ حالاته بيأدي اداء كويس، ما بالك لما بيتالق باسيست وهدفين، اسيستين وهدف، بيعمل ارقام كويسه. والسنه دي برونو صراحه من ساعه ما جه مانشستر يونايتد وهو نقلنا في حته تانيه، بس محتاجين كتير، محتاجين مارسيال برضو يركز شويه، وراشفورد يبطل الانانيه الزياده اللي عنده دي. اي نعم النهارده خلتك تجيب جون، بس برضو ايه خبطت وغيرت، بس الحمد لله ثلاث نقاط مهمين جدا جدا. كنت طبعا هطلع اطرقع على سولشاير لو تعادل النهارده تعادلين ورا بعض، لكن ربنا بيحبه
يعني يلا يا سولشاير بقى خد الدوري الانجليزي، خد الدوري الانجليزي يا اخي، وحشنا والله الدوري الانجليزي. احنا بقى لنا فتره بعاد بعاد جدا جدا. قول لي رايك في الكومنتات، انت شايف مانشستر يونايتد محتاج ايه في يناير؟ شايف ايه اللي ناقص مانشستر يونايتد عشان يبقى مرعب ويبقى عنده ثبات في كل مباراه كده، تنزل زي زمان كده بيبقى نازل تستمتع وحفوز. ان شاء الله الايام دي هتعود، بس مش عارف يعني سولشاير برضو مش مريحني. قول لي رايك في الكومنتات، والشياطين الحمر هترجع تاني. ايامنا بقى ايام السير، ايام السير امتى ترجع يا جدع؟ ودمتم في امان الله، السلام.